نبدأ معك أستاذ حيدر من صحيفة الرأي العام ومنها نقرأ: البشير يدشن طريق بارا أم درمان غدا الأحد. يدشن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يوم الأحد المقبل في ولاية شمال كردفان طريق الصادرات بارا جبرة الشيخ أم درمان الذي يبلغ طوله 342 كيلومتر، حيث يربط الطريق أو يربط الطريق ولايات كردفان الكبرى ودارفور بالعاصمة وميناء بورت سودان. ورحب عضو مجلس تشريع شمال كردفان المحي حمد بشير بزيارة الرئيس للولاية، وقال إن اكتمال طريق الصادرات الحلم الذي تحقق يعمل على تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين ولاية السودان، وهو داعم للاقتصاد الوطني. وعبر نائب رئيس المؤتمر الوطني بمحلية بارا محمد يوسف أحمد كبير عن شكرهم لرئيس الجمهورية على دعمه لمشروعات النفير، وبالأخص طريق الصادرات الجسر الرابط بين مناطق الإنتاج والصادر، فضلا عن أنه قرب المسافات وله فوائد كثيرة. وفي السياق أفاد أمير إمارة دار حامد محمد أحمد تمساح أن افتتاح طريق الصادرات الشريان الحيوي والطريق القاري يسهم في تواصل المجتمعات ونقل الثروات وإحداث الإنعاش الاقتصادي للبلاد. لتحقيق أهداف التنمية بالولايات كان الاهتمام بالطرق أستاذ حيدر، إلا أن اكتمال التنفيذ يأخذ سنوات عديدة في عدد من الطرق. الآن طريق بارا أم درمان يرى النور أخيرا. نعم هذا الطريق بارا جبرة الشيخ أم درمان، أو أيضا يمكن أن يطلق عليه طريق الصادرات، وأيضا من أسمائه الطريق الأربعين. كل هذه مسميات لمشروع قديم جدا الحقيقة يعني، وكان يمثل أمل وطموح وأحلام لأهلنا في كردفان، وتحديدا لأهلنا في المناطق التي يخترقها هذا الطريق أو يمر عبرها هذا الطريق. ويعني تعثر تنفيذ هذا الطريق أو إنشاء هذا الطريق لمرات عديدة يعني منذ سنوات طويلة، أحيانا يدرج في الموازنة ولا ينفذ حتى بعد أن يدرج في المنافذ في الموازنة ثم لا ينفذ لأسباب عديدة مختلفة، إلى أن يعني قيض الله له يعني حلا تقريبا في حوالي عام 2010 تم توقيع العقد إنشاء هذا الطريق، ولكن أيضا تعثرت البداية الفعلية في التنفيذ حتى 2014 كانت هي البداية الفعلية لإنشاء هذا الطريق. يعني الآن حوالي 4 سنوات يتعثر، وأحيانا مر ببعض المشاكل، منها مشكلة معلومة وهي أن السيول كانت قد جرفت جزءا منه. صحيح. نعم. ولكن الآن كما يتحدث هذا الخبر قد اكتمل الإنشاء، وبصدد تدشينه وافتتاحه رسميا أمام الحركة. وحقيقة عنده أهمية كبيرة جدا هذا الطريق، ليس بالنسبة لولايات كردفان الكبرى كلها وولايات دارفور الكبرى كلها، بل حتى لدول الجوار. وهو يعني كما جاء في الخبر طوله حوالي 342 كيلومتر، يختصر تقريبا نصف مسافة الطريق السابق. نعم. الطريق السابق العبيد كوستي الخرطوم. نعم. يختصر نصف هذه المسافة، وبالتالي يختصر المسافة ويختصر الزمن، وهذه قيمة اقتصادية. نعم قيمة اقتصادية كبيرة جدا، بل أنه سيتواصل حتى الميناء السودان حتى بورت سودان عن طريق الحقنة المتمة أم الطيور، ومن ثم في الطريق إلى 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 ميناء بورت سودان، ولهذا أطلق عليه طريق الصادرات بهذا المعنى. فهو بالفعل طريق مهم وطريق حيوي يحقق الكثير جدا من المنافع والفوائد، سواء كانت فوائد اقتصادية كما هو واضح جدا باختصاره للمسافات، توفيره للوقود، حتى عملية إهلاك المركبة سيقلل منها لاختصار المسافة بدلا عن الطريق السابق. كل هذه فوائد اقتصادية، هنالك أيضا فوائد اجتماعية وفوائد ثقافية ستعم هذه المنطقة التي يعبرها الطريق، وهي معروفة هي مناطق خلوية صحراوية، الصحراء الغربية أيضا. نعم. كانت مناطق قاحلة، وأيضا سينعش الحركة التجارية وهكذا. فبالفعل هو
طريق له أهمية. نعم، لكن أستاذ حيدر، البعض يرى بأن مسألة الطرق وإنشاء الطرق في السودان بها ملاحظات عديدة، يعني ينشأ الطريق ولكن لا تنشأ معه مشروعات مصاحبة تنعش المناطق القريبة من هذا الطريق، تساهم في تطويرها. كما تعلم أنت، الطرق هي التي تنعش هذه المناطق إلى جانب الخدمات الأخرى من مياه وكهرباء. لماذا لا تركز الدولة على إنشاء مشروعات مصاحبة للطرق، كمحطات، كفنادق مثالا، كطرق فرعية، عن المشروعات المصاحبة نتحدث، لا نجد لها وجود كبير في الطرق القومية في السودان. نعم، هو الأهم من ذلك، أنا شخصيا أرى أن تنفذ الطرق بالمواصفات العالمية. نعم. يعني أن تنفذ بمواصفات كما يجب، وليس بأقل من ذلك، حتى لا تتعرض للتلف بشكل سريع. هذا مهم جدا في البداية. ثانيا، الشيء المهم الثاني هو محاولة تجميع القرى المتناثرة بعيدا عن الطريق. أولا محاولة تجميعها بالقرب من الطريق، ومن ثم بعد ذلك التفكير في إنشاء مشروعات، حيث لا يمكنك أن تنشئ مشروعات في أرض خلاء ليست مأهولة بالسكان. فهذا هو المطلب الأول، يفترض أن يصاحب هذا الطريق أن تتجمع أو أن يتم تجميع كل القرى المتناثرة بعيدا عن الطريق، وهي مناطق خلوية كما نعلم، ومنطقة صحراوية هذه المنطقة التي يعبرها هذا الطريق. فيكون البدء أولا في مسألة تجميع هؤلاء، وهنالك محفز لكي يعني ينتقل هؤلاء السكان الذين يسكنون في قرى وحلال متناثرة بعيدا عن الطريق. الطريق سيكون محفزا لهم لكي يعني يقتربوا أكثر منه ويتجمعوا في مجمعات سكنية كبيرة، منها يسهل إنشاء مشروعات خدمية ومشروعات استثمارية. لكن الآن يعني من الصعب جدا أن تنشئ مشاريع مثل هذه في مناطق خلوية. فهذا هو المطلب الأول، يعني مسألة تجميع القرى المتناثرة بعيدا عن الطريق، حوالي الطريق أو قريبا منه. طيب، كيف أخيرا، كيف في هذا المحور، كيف تتوقع واقع الصادرات والاقتصاد في ولاية شمال كردفان، هذه الولاية الغنية يعني في السودان؟ نعم، أنا أعتقد أنه نعم، هو صحيح سيساهم بشكل واضح جدا في مسألة النقل، تقليل تكلفة النقل، تقليل الوقود، تقصير المسافة وهكذا. يعني الطريق هو مجرد يعني شارع تسير عليه الناقلات، ولكن الصادرات هي تعتمد على الإنتاج، أن يكون هنالك إنتاج وفير وإنتاج كبير جدا لسلع الصادر، وهذا هو الأهم. ثم بعد ذلك يسهل هذا الطريق عملية ترحيل هذه السلع الصادر هذه إلى ميناء التصدير في بور السودان. فالأهم أيضا أن تتجه الولاية بشكل واضح جدا لتعظيم مسألة الإنتاج والإنتاجية، وخاصة وتحديدا فيما يخص سلع الصادر. فإذا كان هنالك إنتاج بشكل وفير لسلع الصادر، أكيد ستستفيد من هذا الطريق، ويكون محفز بالفعل لهذه الصادرات بما يقلله من تكلفة ويختصره من زمن. نعم.